اه لا ما دفع، انا بوظت الدنيا، شفت سر سيره ال الكارثه. ورحت ايه ده في ايه يا جماعه؟ لو هنجيب من الاخر بقى، احنا عندنا اخر حاجه اتكلمت انت عليها في رمضان اللي فات ده، شكرت لحد ما في جزيرة غمام. اه المسلسل كان حلو، مع رغم ان النهايه في الاخر بقى ما عجبتنيش، او حسيتها ان هي مش بقيمه المسلسل الصراحه. حسيت ان جزء النهايه المسلسل كان اكبر من النهايه بتاعته. دايما محمد رمضان اعماله بتتشاف سواء حلوه او وحشه وان كان، بس هو رمضان اللي فات ده الصراحه كان في غلطه في مش عارف يعني، مش عارف الازمه كانت فين. احنا عايزين نعرف منك الازمه كانت فين. والله يعني فعلا السيناريو كان صعب قوي، فانا ما مش فاهم في ايه يعني. فعلا السيناريو ده المفروض احنا بنتكلم عن مخرج قوي وممثل قوي وناس كتيره، وقلت ان محمد رمضان كمان راجع بقى للستايل بتاعه بعد ما حس ان هو في المسلسل بتاع نسر الصعيد، لا مش نسر الصعيد اللي قبله، كان موسى. مسلسل موسى كان احسن من احسن حاجات اللي محمد رمضان قدمها، بس هو ما حسش بنجاحه قوي زي الحاجات البرنس اللي كان قبله بسنه. يمكن عشان ادى فرصه للممثلين اكتر ان هو ده مش الناس بتحب تتفرج عليه. في محمد رمضان هتلاقي احمد العوضي في نفس السنه خد منه اللي هو بيقدمه. فانا كنت متخيل بقى ان محمد رمضان رجع بقى الجو بقى الشاب الفقير اللي الناس كلها بتضطهد وهو بينجح في الاخر، بس ما يعني انا استغربت ان السيناريو فاضي قوي يعني. بيبقى عندك كومنت ثابت دايما في التعليقات، الخصومه ثابته واللقاء ده كان في فيديو واحد، ده كان لا ده كان في فيديو، ده في كان ثابت في الفيديو تقريبا، ده كان اول اسبوع من مسلسل رمضان، اول حلقه مش فاكر بصراحه. بتتاخر قوي في رمضان يعني، بتدي نفسك اصبعك عايزك تفرج على كده. رمضان بيبقى مليان الصراحه ان انت تقدر تتفرج على الحاجات دي كلها وما بتقدرش يعني. انا رمضان اول اسبوع ده نزلت في الشهر كله ثلاث حلقات في الشهر عن مسلسلات، وبعد ما الشهر خلص عملت حلقه. مستنيك بعد العيد بقى. ده بجد. يعني عشان اتفرج على ايه ولا ايه؟ وخصوصا ان انت اللي بتكتب وانا اللي بمنتج الفيديوهات اللي انا بطلع فيها بنفسي، انا اللي بمنتجها. اللي هي بالموبايل اللي انت دي انا اللي بعملها. او في الاستوديو وان كان انا اللي بمنتجها بايدي، عشان مثلا تلاقي الحلقه فيها 200 انسرت، فالمجهود اللي انت هتقول للمونتير الانسرتات فين؟ انت تعملها. فاعملها. ففي رمضان اللي فات ده كان معايا ناس، كان معايا ثلاثة مش بيكتبوا على قد ما هم بيساعدوني نلحق نلم الحاجة، وانا في الاخر بكتب السكريبت، وبرضه ما كناش ملحقين لان انت العدد كبير قوي الصراحة.